إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، نتابع معكم هذه الاستشارات النيابية الملزمة من قصر بعبدأ، حيث انتهى في هذه الأثناء اللقاء بين رئيس ميشيل عون ونائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي. ومن المفترض أن يتحدث نائب الرئيس الفرزلي إلى الإعلاميين، وأكيد راح يسمي الرئيس نجيب ميقاتي كما رشح سابقا. رح نسمع إلى ما سيقوله في هذه الأثناء الفرزلي، علما بأنه كنت المستقبل رح تلتقي رئيس عون بعد شوي. طبعا أضاف إلى جانب الرصيد الشخصي لدولة الرئيس نجيب ميقاتي كرئيس وزراء سابق، كممثل لمدينة طرابلس، كرئيس كتلة نيابية، أضاف تسمية الرئيس الحريري له عنصر آخر، جعل تسمية الرئيس ميقاتي كممثل للمكون الذي ينتمي إليه أمرا لزوميا لاستكمال المظلة الوطنية التي تظلل أي حكومة محتملة. لذلك كانت تسميتنا للرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 عندما رفض الاستقالات من الحكومة أثناء تواجد الرئيس سعد الحريري، ولم تكن تربطني به أي علاقة في البيت الأبيض، وقلت لا لتسمية الرئيس ميقاتي في حينه، بل التمسك بالرئيس الحريري نتيجة المقولة التي أتبناها دائما، والتي تقول يجب على الرئيس أي من الرؤساء أن يكون ممثلا للمكون الذي ينتمي إليه. وها هو اليوم توفرت عناصر تمثيل نجيب ميقاتي مع حفظ الألقاب للمكون الذي ينتمي إليه، فكانت تسمية الرئيس ميقاتي. وشكرا. إذن يعني الرئيس أو نائب الرئيس إلي الفرزلي خرج وأدلى بتصريح كأنه بارك في الرئيس، تولي الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال بأنه من المكونات السنية اللي عندهم يعني قاعدة شعبية وهو تحت هذه العباية، لذا فإنه بيرحب بهذه التسمية. في هذه الأثناء تلتقي كتلة المستقبل النيابية بالرئيس ميشيل عون، ومن المفترض أن تتحدث الكتلة بعد هذا اللقاء. ربما تكون النائب بهية الحريري هي المتحدثة، وربما النائب سمير الجسر، سنرى. وكتلة المستقبل تتألف من 17 نائب رح يعطوا صوت للرئيس نجيب ميقاتي، مثل ما كان قد أعلن ذلك الرئيس سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشيل عون وتسميته الرئيس نجيب ميقاتي. أيضا ميقاتي أتى وغادر، ومنذ بعض الوقت النائب طلال أرسلان خرج عنه موقف عبر تويتر، ما رح يجي على قصر بعبدة النائب طلال أرسلان. كان معروف أنه كتلة ضمانة الجبل اللي هي بتضم 4 نواب، يعني فعليا 3 نواب ينتمون إلى التيار الوطني الحر زائد النائب طلال أرسلان، ولكن نعمل له كتلة، هني رح يجوا رح يفوضهم النائب طلال أرسلان بأنه ما يسموا حدا. ورح نشوف الموقف اللي أطلقه طلال أرسلان عبر تويتر منذ بعض الوقت، وقال تحديدا: أعتذر عن عدم حضور الاستشارات النيابية اليوم، متمنيا النجاح لمن سيكلف، راجيا الله أن يحمي لبنان من الفاسدين والمفسدين، وآمل أن لا يحمل نجيب ميقاتي أوزار سلفه التي ضيعت وقت لبنان وفرصة إنقاذه 9 أشهر مفصلية من تردي أوضاعنا المالية والاقتصادية. طبعا في إشارة إلى الرئيس سعد الحريري، هو بهذه التغريدة يهاجم الرئيس سعد الحريري. وأضاف طلال أرسلان: فوضت كتلة ضمانة الجبل بالتعبير عن موقفنا الجامع. إذن يعني نحن بانتظار انتهاء الاجتماع بين كتلة المستقبل والرئيس
ميشيل عون. بالنسبة لكتلة التيار الوطني الحر يبدو أنها متجهة لعدم تسمية أحد، وجاء ذلك بعد اجتماع لهذه الكتلة برئاسة جبران باسيل، وكانت أيضا قد رشحت معطيات سابقا بأنها قد تسمي نواف سلام، ولكن على ما يبدو أنها مش راح تسمي حدا. نحن عم ننطر هلأ كتلة مستعبل حتى تخلص، وتواليا بعد كتلة مستعبل حتكون كتلة حزب الله اللي هي حتسمي الرئيس بقاطي على الأرجح، كتلة النائب السابق سليمان فرنجي واللي هي بتضم خمس نواب برئاسة نجلي وطوني فرنجي راح يسمو الرئيس ميقاتي، بعد ذلك ستكون كتلة التقدمي الاشتراكي وستسمي ميقاتي، ومن ثم النائبين اللي تابعين لكتلة ميقاتي نقول نحاس وعلي درويش أكيد راح يسمو مئاتي. الكتلة القومية بعد الأمور مزبزبة إذا صح التعبير بهذه المسألة، ولكن على الأرجح قد تسمي ميقاتي. كتلة اللقاء التشاوري اللي هي بتضم أربع نواب سنة من قوى 8 أزار والهنين الوليد سكري فيصل كرامي عدنان طرابلسي وعبد الرحيم مراد، على الأرجح أنه رح تسمي رئيس ميقاتي، بيبقى موقف فيصل كرامي مبهم حتى اللحظة. كتلة الجمهورية القوية اللي هي يعني نواب لبنانية مش رح تسمي حدا، علما بأنه المرة الماضية سمت نواف سلام، هو يعني أمر مستغرب أنه ما تسمي حدا. كتلة النواب المستقلين رح يتفاوض الموضوع هون، أدي دمرجيان، جيهاد الصمد، جون طالوزيان قد يسمى رئيس ميقاتي، في حين أنه هذا المشروع مش معروف إذا حيجي، أسامة سعد، فؤاد مخزومي، ميشيل داهر، شامل روكز، جميل السيد وجهاد الصمد أو جميل السيد بالأحرى قد لا يسمو أحد. نائب ميشيل داهر بس هون رح شيله من هالقائمة اللي عديتها، يمكن يسمي ويمكن ما يسمي، بعده موقفه لنفسه مثل ما قال ومش رح يعلنه إلا أمام الإعلاميين مباشرة على الهواء. كتلة التنمية والتحرير رئيس نبيه بري أكيد رح يسمي الرئيس نجيب ميقاتي، وهي بتضم 17 نائب، وكتلة لبنان القوي مثل ما قلنا جبران باسيل وكتلته مش رح يسمو حدا. كتلة نواب الأرمن كمان هون في مش معروف الموضوع إذا حيسمو ولا ما حيسمو، يعني يبدو أن كتلة المستقبل قد خرجت. وسنرى إذا سيكون هناك كلام. على ما يبدو النائب سمير الجسر راح يحكي، مثل ما قلنا من شوي أنه بالعادة يا سمير الجسر يا بهية الحريري بيحكوا، ولكن على ما يبدو اليوم سمير الجسر راح يحكي. وأيضا من اللافت أنه النائب بهية الحريري راح تغادر ومش حتى توقف للحديث، يمكن هيدي كمان إشارة امتعاضية من أسرب عبد. قرار كتلة المستقبل النيابي بتسمية دولة الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه بتأليف الحكومة العديدة إن شاء الله، نتمنى له التوفيق، والله يعين البلد وعين الرئيس ميقاتي. شكرا. أولاً تعرفين أنت إنه نعم، أولاً تعرفين إنه السياسة هي الحياة، حالة متحركة، سياسة منا حالة جامدة، ويمكن الظروف اللي تم فيها الأمر بـ 2011 مختلفة تماماً عن اليوم. شكراً. إذن يعني لأنه اليوم تتحمل المسؤولية شغلة صعبة جداً. يعني أنا سمير جسر الذي تحدث باسم كتلة المستقبل النيابية قال ردا على سؤال أنه شو تغير لحتى تقبل رئيس ميقاتي هلأ، في حين أنه بالعام 2011 ما قبلته فيه لرئيس ميقاتي، قال أنه السياسة متحركة وليست جامدة، ويعني ظروف تغيرت، إذ أنه ظروف بوقتها كانت يعني كانت حكومة رئيس ميقاتي حينها تسمح بحكومة حزب الله أو حكومة 8 أزار، في حين أنه هلأ الوضع مختلف، إذ أن رؤساء الحكومات السابقين هن اللي رشحوه، وأيضا الأمور كلها متغيرة. طبعا هيدا الرأي بالنسبة للنائب سمير الجسر الذي تحدث باسم الكتلة.
هلا موعد كتلة حزب الله، رح نشوف كتلة حزب الله إذا رح تسمي رئيس ميقاتي ولا لا. معلوماتنا بتقول حتسمي، بس خلينا نتأكد برسالة لاحقة إلى اللقاء.